احنا قضينا قبل كده اخو اوباما 8 سنوات من اسوأ حقيقي. السنين في العلاقات المصريه الامريكيه، وكان بيدعم الاخوان وكذا وتحت بنود الديمقراطيه اسينا. فالفتره اللي جايه كلنا ننظر بترقب ماذا سيفعل جو بايدن. ولكن هو ريحنا في حاجتين. الحاجه الاولانيه قال انا لست فتره ثالثه لاوباما، يعني انا لن اكون امتداد لاوباما. وانا بارجح هذا الفكر. ليه؟ ده جاي رئيس سنه، الله اعلم هيكمل سنه ثانيه ولا لا، انه سن كبير. لو دخل المرحله اللي عشان فتره ثانيه 81 سنه، اعتقد مش هيبقى مفضل للشعب الامريكي، خاصه انه رجع السنه دي عشان خاطر، بس المواطن المصري بيتخوف من الفكر الديمقراطي. بالظبط، ودي اكتر هو الحزب مقارك. الديمقراطي دايما بيتكلم على ان ينشر الديمقراطيه الامريكيه في العالم الثاني، مع ان لو انت خدتي بالك ان يوم 20 يناير من 4 سنين لما ترامب جه وفي الانوجنيشن سبيتش بتاعته قال ايه؟ ان امريكا لن تفرض سياستها على الدول الاخرى، وكل دوله لها يعني تفعل ما تريد. لكن النهارده هنخش بقى، هل جو بايدن هياخد نفس الكلام بتاع الحزب الديمقراطي؟ هو ده اللي مخوفنا. ولكن انا زي ما قلت لك مش قلقان، على اساس الدنيا اتغيرت. مصر مش هي الدوله المصريه كمان اتغيرت. صحيح. عندك بقى رئيس النهارده ما بيهموش حاجه. انت لما ترامب، لما اوباما وقف المعونه 3 سنين، هل الرئيس السيسي بعت الدوله المصريه لما حجز 10 طيارات اباتشي عنده وما جابهمش، هل طلبنا لحد ما البنتاجون هو اللي بعته؟ فهم بيتعاملوا مع رئيس جديد، مع دولة جديدة، دولة واقفة على رجليها اقتصاديا، مش هتلوي دراعها، مش هتخنقوها. انت عارفة ان اوباما لما جه حرم مصر من الاتفاقية بتاعت التجارة. كانت مصر بعد كامب ديفيد زي ما خدنا معونة اقتصادية، معونة عسكرية، كانت مصر مسموح لها تصدر بضايحها وانتاجها الى امريكا بدون ضرائب. جاء الاخ اوباما لغى الكلام ده، فبالتالي ما عنديش بتصدري لان هتبقى بضاعتك غالية هناك. فكانت خانقه اقتصاديه. فاحنا بنامل للفتره اللي جايه انه جو بايدن يعني يبقى ياخد منهج كتير، وانا متوقع انه هينجح في هذا الاتجاه. لسه بقت قوه اقليميه مسيطره لا يستهان بيها.